السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. النهاردة إن شاء الله جاي لكم بوصفة مفيدة جدا غير مكلفة نهائيا من مطبخك، إزاي من خلالها تقدر تعملي عملية التفتيح الفوري. وبالنسبة للناس اللي هي بتقلق من عملية التفتيح الفوري، فالتفتيح الفوري هنا بيتم بخلال مواد طبيعية، مفيش أي تدخل كيميائي أو مواد صناعية، فالتفتيح آمن بأمر الله تعالى. ولكن استمراري على الوصفة بتجيب نتيجة أكتر وأكتر يعني وأفيد. كل احنا محتاجينه حاجات بسيطة جدا، هو محتاجين نص طبق ماية، محتاجين تفل القهوة، كوبايتك القهوة اللي انت بتشربها عادي جدا، ويفضل ان يكون البن المستخدم بن سادة، ويفضل ان كوباية القهوة او تفل القهوة اللي احنا نستخدمه يكون من غير سكر. بس ده اللي احنا محتاجينه. وصفة النهاردة هتعمل على تفتح البشرة، ازالة الجلد الميت، تخلص من الرؤوس السوداء، هتعمل على حاجات كتيرة جدا. كل اللي احنا محتاجينه او ان انت ازاي تقدري تعملي، كل اللي انت تقدري تعملي معانا ان انت هتبتدي تفرغي محتويات نص الطماطماية بشكل جميل. احنا عايزين المية بتاعتها لو كان في قطع صغيرة مفيش اي مشكلة، فاحنا عايزين المية بالبذور. الناس اللي هتقولك عملية البذور، او عملية البذور جميلة جدا جدا مفيش منها قلق. وسبق وان انا اتكلمت عن فايدة الطماطم للبشرة، وان شاء الله هنخلص وصفة الوقت وهنقول لكم الفوائد مرة اخرى ربما ما يكونش اتشافت في الفيديو. بس اسمحوا لي قبل ما اكمل معانا وصفة النهاردة، لو اول مرة بتزوروا القناة فضلا وليس امرا قوموا بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد، لايك وشير للفيديو اذا عجبكم. لما بتحطوا لايك للفيديو او بتحطوا كومنت حلو بتدونا تشجيع ان احنا نستمر ان شاء الله. احنا خدنا محتوى تمام، هي نص طماطمية بالشكل ده للمرة الواحدة، مش هتحتاج اكتر من كده. بعد كده هتاخدي الملعقة الصغيرة من التفل، مش هتاخدي كل التفل، وهتبتدي ان انت تدوبي وصفتك النهاردة مع تفل القهوة. الوصفة مهمة جدا ومفيدة جدا خاصة لأصحاب البشرة الدهنية. وهتبتدي تاخدي بواسطة فرشة ميك اب او بواسطة طرف الاصبع او بالملعقة بظهر الملعقة عادي جدا، يعني بالطريقة اللي انت تقدري توزعي من خلالها الماسك بتاعنا على بشرتك مفيش اي مشكلة. تقدر طبعا تمشي على البشرة ككل بالشكل ده. هنا هنختلف عن السكراب. السكراب هي مجرد حركات دائرية، اقصى حاجة ممكن تكون على البشرة 5 دقائق، ولكن انا تفل القهوة مع الطماطم انا هاخدهم ربع ساعة على البشرة. بتعمل الحركة دي او الماسك ده مرة واحدة فقط في الاسبوع لمدة اول شهر، بعد كده بتعمليه مره واحده بس كل شهر فقط، ان انت تحافظي ان هو عمل لك عمليه ازاله للجلد الميت، عمل لك عمليه تفتيح، عمل لك الحاجه اللي انت عايزاها بكل سهوله. وصفه بسيطه سهله جدا تقدري ان انت من خلالها تعمليها وتطبقيها موجوده في البيت. وللتنويه مره اخرى، ففوائد الطماطم كتيره جدا جدا، بتفتح البشره، بتزيد عمليه، بتساعد على تنظيف البشره بشكل عام، بتعملها تفتح اللون لانها طبعا بتحتوي على العديد من الفيتامينات المهمه. كمان القهوه غنيه بمضادات الاكسده، الطماطم بتساهم بشكل فعال في التخلص من الحبوب، البثور السوداء، الندوب، تخلصك من حروق الشمس الناتجه عن اشعه الشمس الضاره، بتعمل على تنظيف وترطيب البشره بشكل طبيعي جدا، بتقي البشره من الخطوط البيضاء او علامات الشيخوخه المبكره. كمان الطماطم بتساعد على او بتجعل البشرة اكثر اشراقا وجمالا ونضارة، لانها بتحتوي على سواء ما قلت فيتامينات ومعادن، كمان بتحسن وبتعزز انتاج نسبة الكالوجين اللي كلنا محتاجينها للبشرة معنا. فيديو بسيط وسهل مش مكلف نهائيا، تقدري تعمليه في مكانك، بيتك، من مطبخك، حاجة بتترمى نقدر نستفاد منها كتير. متابعين الكرام، يا رب اكون قدرت افككم ولو جزء بسيط. لو بيعجبكم وصفاتي فيديوهاتي محتاجين حاجة معينة سيبوا لي ده في الكومنتات. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.